بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام جميع الجزائريون والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول نزول التاريين التاريين كاشين ديت مورت او كثر الغربه. بونجور سالي تو لي زالجيريان يا الجيريان كي فيفون لاجيري يا لترونجي. جزائر حره ديمقراطيه. جزائر حره ديمقراطيه، دوله مدنيه ليست عسكريه. الزول ولن نزول يا خوتي. يعني شفنا الحراك، ما نقولش انا الحراك، الثوره الجزائريه اللي بدات من 22 فيفري الى اليوم، الى البارح يعني الجمعه 14 جوان 2019، الشعب الجزائري ما زال بالمواقف تاعو ثابته. الامه الجزائريه كانت تطالب بالعصابه. ما معناتها العصابة؟ ليس العصابة ينحيو، لأن العصابة كما قلنا يا خوتي الجذور كما الشجرة. شجرة ما كاش شجرة ما عندهاش الجذور تاعها، ما كاش شجرة. حنايا ماشي نحي لوترون هذاك من الفوق لقمها برك، لا لا، نحي من الجذور، الجذور كومبلي. شكون اللي دار هاد الشيء؟ أليس الناس من 62 الى يومنا هذا، اليس الناس اش بريسيزا، مانيش نقصد يعني الجنود وسيرجان والاخر، نقصد القياده من 62 الى يومنا هذا اللي كانوا يجيبوا الرؤساء للجزائر، وكانوا هما كيما يحبوا، هما يجيبوا اللي يحبوا، يجيبوا اللي يحبوا. واليوم فخامه الشعب، او يقول لكم رحيل العصابه. ما معناتها رحيل العصابه؟ يعني هذا لو يكافح كونتر لا كوريبسيون هو بالذات كوريبتور، سبحان الله، هو بالذات كوريبتور. كي نسمعوا الناس يقول لك عنابه طليبه وليد القايد صالح كسبوا كاع عنابه، واش معناتها هذه؟ يتسمى الشعب تاع عنابه يكذب، غير هما اللي عندهم الحق. تتحاسب الناس وتخلي الناس تتحاسبوا كاع، تتحاسبوا كاع. لي سرق دينار ان سنتيم من الأمة الجزائرية يتحاسب، لأنه خان الأمانة وخان العهد، عهد اللي مدوه الشهداء والأمانة تاع الشعب الجزائري. لأن في 62 حروا الأرض، واليوم 22 فبراير حروا الوعي، والوعي من الأمة الجزائرية. راكم تشوفوا دايرين في بالهم يديو يحيى الحبس خلاص. شكون يثبت، يثبت اثبات قطعي باللي صح ويحياو في الحبس؟ شكون يثبت؟ واحد ما شافو، كلش كوفير والاخر فلا في البلدان واحد اخرين يوريو لك داخل طوموبيل والاخر، هاد هو لو ومعسوس واش زعما الشعب راح يضربو؟ ما يضربو الشعب، ضربوه الضربه اللي جاتو هو أن سراقين، سراقين. ومن بعد كثروا الهضره الناس تاع الذباب، ذباب يقولوا، ذباب يقولوا يعني لي 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 كيما يقول لي لاربان، لي لاربان دو 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 دي دي فوايو، هادوما تاع اليوم هم بانوا تاع صبابط اللي الحسو الى اخره. واش كانوا يقولوا على المعارضين؟ كان يقولوا يا ودي هادو خوانا هادو كتا. واش معناتها الخائن؟ الخائن يهدر صح ماشي خائن، اللي يهدر الحقيقه على ليستوار كومبلي ماشي خائن، اللي يسرق الامه اللي خائن الحقيقي، لان قلتكم خان الامان وخان العهد. العهد كي يجي بوليسي يدير بوليس، واش يقول؟ أن أحمي الجزائر. شكون الجزائر هذه؟ أليس الشعب؟ ليس النظام. احنا قلنا شحال مخطر، ما عندنا لا نظام لا دولة. ليس العصابة يحمي العصابة، يحمي الشعب، فخامة الشعب. قال هذا كي العسكري كي حتى البروكيور كي عاهد يقول لك حماية الجزائر. شكون الجزائر هذه؟ شكون؟ أليس الشعب؟ أليس الغاشي الأمة؟ ما نقولش غاشي، الأمة اللي عايشة تما، هذه هي العهد. هادو الناس خانوا العهد. إذن هاد الأشخاص واش هم يديروا اليوم؟
انا شخصيا نعود بلا مكلمه الا مسرحيه حبوا يبينوا للشعب الجزائري بلي حقيقه هم يخدموا الى اخره. صح ils seront jugés en plein public. خمي يقولوا احنا هذوك لي بروكيرو الاخر يقول لك احنا خاطينا تليفون مازالهم بالتليفونات مازالهم علاش اذن على مين نحيو هادو لي بروكيرو على مين نحيوش لا 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 l'interdiction de d'entrer pour les opposants. امثال مد امثال الاخ العربي زيطوط الاخ مراد هينا الاخ عباس عروه الاخ مسيلي الاخ واسمو الاخ هيجم عبود الاخ امير ديزاد على ما يخليهمش يدخلوا اذن العصابه مازالها كيما ايزون ايزيتي انتردي عندها خمس سنين الاخر مازال هذيك تمشي على ما ينحيهاش على ما يعرفش المعارض يقول ارواح الجزائر علاش باش حتى العلماء العباقره تاع الجزائر ما حبوش يدخلوا دوك على باسكو على بالهم باللي مسرحيه تصرانا كيما مصر علاش اوطون كاين لي ما نقولش على لي بيسونس واش الامارات بيسونس ولا السعوديه بيسونس مازال هما مي فينونسيو فيهم كان والو لكن كاين حاجز ان الامه الجزائريه قالت لك العصابه تروح العصابه تروح والافنان سي فيني ما يجيش يطلع راسه سي فيني الافنان يدخل للميوزي الافنان والاراندي تنحى لان الاراندي واش داروا به سي لو فيس دو الافنان علاش الاراندي كيفاه واحد سراق واش تغي دقع في الامور هادو يا خاوتي الامور هادوما على بان بلي هذاك سراق الاخر تغيطك في الجهال اللي كانوا يصفقوا لهم الجهال امثال هذاك الخبيث اللي عندهم لي زانتيري مثل هذاك الخبيث تاع صديق شهاب اللي دار تير في التسعينات في بلديه القبه ش بريسيز في بلديه القبه دار تير باع الاراضي باع الاراضي ولاد بلاده ولاد خواله ولاد عمه ولا اخره باع الاراضي ش بريسيز كي كان فيس هو ومن بعد قلب الفيسا كان داك ومن بعد قلب الفيسا دخل الار ان دي شوف الناس اللي كانوا تاع المصالح سي بور سا الانتهازيين سي فيني لي جي بورتينيست تاع الدوق في الحيره في الثوره هذه سي فيني ما تاكلوا والو خلاص الشعب مرق افهموا شويه جيبوا حاجه جديده باش نديفلوبي الشعب باش نديفلوبي البلاد حنا مازلنا لا ميم شوز يعني توجور انا في البوان زيرو حقيقة صورة ربحت حوايج يعني هادو داهم الحبس الاخر ما قلت لكم لازم كاع وراهم دراهم وراهم ولادهم ونساهم ولادهم ونساهم امثال بوشوارب وبنته الان الجالية الجزائرية عايشين في الخارج لازم يدوق يتحركوا على هادو يتحركوا علاهم يهربوا لدبي باسكو دبي ما كاش جزائريين تما بزاف على بال شكون هو يروح دبي دبي اللي يسرقوا الشعب ولا اللي يخدم مسكين على شرو واش خدام يخدم في شركه بتروليه تما ولا ها واش كاين لكن في اوروبا ممنوعين يدخلوا لان كاين جزائريين وين يروحوا متبوعين يروح الامريكان كيف كيف كندا كيف كيف فريد بجاو اين فريد بجاوي اين هو شكي خليل اللي سرق الملايير قدور بن قدور هذاك الاخبث الخباثه اللي سرق سوناطراك ومدهر طوطال وراه هادو يتحاسبوا حساب عصير على هادو ماشي غير هادو الديريكتور جيني الديريكتور اللي يسير المطار هو ريبوم دين اللي كشف عليها الاخ عبدو سمار مازالوا تطار محن طار ولا واسمو هذا مازالوا ديريكتور على ما ينحيش على ما يديش الحبس هاو كل يوم ونشكر الاخ عبدو سمار اللي كشفهم كاع كيما راهم اللي يقول لك انا وطني والاخر كشفوا اكاش وشفنا واحد داوي يهضر زعما في شروق وهذيك التلفزيون زعما يهضر كان معاهم هو زعما ويهضر دوق الى اخره كيما واحد العاقد واسمو ما على باليش واسمو كولونا تاع الدياراس ولا دوق زعما معارض يا ودي كليتو كاع ما يقوليش واحد ماكله وشي خاوتي يرحم مولديكم ما يقوليش واحد ماكله كلاو كاع هلكو كاع الجزائر
لان في هذاك الوقت كانوا ساكتين، يقول لك حنا وطنيين دوك. ياو كنتو كاع مع التوفيق، كنتو كاع تبكيولو، كنتو كاع تلحسولو كاع رب الجزائر هذا اللي كان. واليوم جاء واحد رب الجزائر عم تبعوه، يعني هاد الاشخاص ما يعني ما تسناو والو من عندهم باش يجيبوكم لي زيدي ولا. قلنا يا خوتي كاين ناس احرار في الجزائر، اذا واش حضرت كاع في هاد الشيء؟ لازم ان رومارك نديروها حاجه برك، هي ان الاشخاص اللي ممنوعين يدخلوا الجزائر، يا اخي قلتوا العصابه اللي كانت ما يدخلوهمش الى اخره، كيما رب الجزائر هذاك توفيق وتواتي نزار كانوا ممنوعين، كيما الاخ العربي زيطوط مراد هنا بزاف بزاف بالالاف هم عايشين في الخارج المعارضين، على ما يدخلوش دوك. يا اخي راكم تقولوا خلاص العصابه هي في الحبس، اذا العصابه ما زالها الى يومنا هذا ما زالها يتسير، ما زالها يا خوتي. سي بور سا نقولوا جزائر حره ديمقراطيه، نعم للدوله المدنيه لا للدوله العسكريه، ونبنيو الجزائر موحده من شمالها لجنوبها من شرقها الى غربها. وتحيا فخامة الأمة الجزائرية، وتحيا فخامة الأمة الجزائرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي.